إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة أسمو به دنيا ودين، جنة أسمو به دنيا ودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم آية، تلك الحلقات التي نتناول فيها آية الكرسي، نريد أن يعني نقدرها حق قدرها وأن نوفيها حقوقها، ونطمع في أن يكرمنا الله عز وجل بأن نكون من أهلها. وكنا الحقيقة بنتحدث في باب مهم جدا جدا، باب الأهمية الذي إن شاء الله سيسر لنا استحضار النية ويعني حضور الدافعية في القلب إن شاء الله للإقبال على هذه الآية والحرص على توفيتها حقوقها. فتكلمنا عن بعض ما تقدمه لنا آية الكرسي، وكنا الحقيقة في الحلقات الماضية بنناقش دور آية الكرسي في دفع المرهوبات، ماشي، ودور آية الكرسي في الحفظ في الإيجار، وكنا يعني تحدثنا عن دور آية الكرسي في أنها تحفظ الإنسان في حالة نومه، خلاص لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، تحفظ من إيه؟ تحفظ بقى من كل حاجة، يعني كل أسباب الحفظ. ولذلك الإنسان مثلا زي بقول لو علمها لابنه مش قلقان ينام، مش قلقان عليه، هو نفسه ما مش قلقان من أي حاجة، لا يقلق من أي شيء، لأن هذا وعد عام بالحفظ. تمام. طيب الحقيقة يعني النهاردة احنا عندنا عرض أروع وأوسع، إن مش بس بقى في حالة النوم، لا ده إيه رأيك إن الكلام ده يكون معاك طول اليوم، يعني مش بس في حالة النوم، يكون معاك طول اليوم. طبعا أنا ما بقدمش العرض من عند نفسي يعني أو نتيجة لتصور شخصي، لا طبعا، قلنا باب الفضائل بالذات أو غيرها، كل أبواب الشريعة لابد أن يكون إحنا بنأوي إلى ركن شديد، يعني في نص مش من عندنا يعني. طيب في قصة لطيفة جدا حصلت برضو مع سيدنا أبي بن كعب، يمكن كانت القصة اللي فاتت حكيناها مع سيدنا أبو هريرة، قصتنا النهاردة مع سيدنا أبي بن كعب حصلت معاه قصة لطيفة جدا، والقصة صحها الشيخ الألباني، إن هو سيدنا أبي بن كعب كان فوجئ بمخلوق غريب دخل، كان سيدنا أبي بن كعب عنده حاجة كده اسمها جرن، يعني الجرن ده ممكن نقول إن هو كده مثلا عامل زي الخزانة، الخزانة دي كان هو يترك فيها طعام، فهذه الخزانة جاء مخلوق كده غريب، فجاء هذا المخلوق فأخذ من هذه الخزانة، فسيدنا أبي بن كعب أمسك به، فبيقول فبصيت عليه لقى شكله غريب، يعني شكل الجن، يعني هو في صورة غلام، وربما الإيدين والرجلين كالحيوانات، المهم يعني مش مهم الصورة بتاعته، المهم إن هو إيه، علم أنه جني. بل سيدنا أبي بن كعب لما أمسك به قال هذا الجن، قال قد علمت الجن أنه ليس هناك أحد أقوى مني، يعني هو من أقواهم، يعني يرى أنه من أقواهم. المهم فدار حوار بينه وبين سيدنا أبي بن كعب، فسيدنا أبي بن كعب سأله فما الذي يجيرنا منكم، خلاص طبعا هو يعني كان بعض الأحداث اللي مرت قبلها أن هذا الجني يعني لما سيدنا أبي بن كعب كلمه في فيما فعل، فقال قد علمنا أنكم قوم تحبون الصدقة فأردنا أن نصيب من طعامكم، أنا هو حرامي إيه يعني بيحاول كمان يقول له أنتم بتحبوا الصدقة بقى وإحنا ناخد الصدقات بتاعتكم، يعني طبعا هي في النهاية سرقة، يعني مش انتفاع بصدقة، يعني عمر السرقة برضو ما هتكون انتفاع بصدقة يعني. المهم فهو قال له نحن علمنا أن أنتم كده فأردنا أن نصيب من طعامكم. ومن فسيدنا أبي بن كعب سأله سؤال قال فما الذي يجيرنا منكم، فنشوف بقى هو هيقول إيه. فهذا الجني قال تلك الآية التي في سورة البقرة، تلك الآية التي في سورة البقرة إن قرأتها في حين تصبح أجرت منها حتى تمسي، وإن قرأتها حين تمسي أجرت منها حتى تصبح، يعني هو قال له كده، قال له إن أنت لو قرأت آية الكرسي في الصباح تجار منها، يعني يجار يعني يحمى يحفظ يعاذ، تجار منا حتى الايه، حتى من الذي يجيره،
الله سبحانه وبحمده وخلاص، يعني لما ربنا يجير خلاص انتهت القضية. يعني إذا أجار الله، إذا حفظ الله، خلص القضية على كده. أنت مش محتاج حد يحفظك ولا حد يجيرك ولا حد يرعاك ولا يكلأك ولا يعتني بك. المهم، فسيدنا أبي بن كعب سأله هذا السؤال. طبعا كالعادة الصحابة من عادتهم مش بيعتمدوا شيء إلا لما يعودوا إلى النص أو يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد سيدنا أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فقال صدقك الخبيث، يعني هو صدق. وطبعا نفس القضية بالضبط، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يمنع أنه يأخذ بكلامه وينتفع بكلامه، رغم أنه هو كذوب وخبيث. وفي نفس برضو النفس، سبحان الله يا جماعة، تلاقوا الصحابة بيتصرفوا تصرفات واحدة كما لو كانوا مثلا متفقين عليها متواطئين عليها. لا، هم مش متفقين عليها ولا متواطئين عليها، هم تربوا تربية واحدة. فلذلك طبيعي أن لما يتربوا تربية واحدة لازم تشوف في النهاية أنه هو فعلا تكون تصرفاتهم واحدة. يعني فعلا أب رب أولاده بنفس الشكل، ربهم كلهم على عفاف فيكون عندهم عفاف، ربهم كلهم على يعني، ونجح في تربيتهم في كده. مش بس ربهم في كده، نجح في تربيتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجح في تربية الصحابة بالقرآن على معاني احنا بنشوفها بتتكرر فيهم كما لو كانوا اتفقوا عليها، سبحان الله. المهم، فالشاهد معنا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر، ان الإنسان إذا قرأ آية الكرسي في الصباح يجار حتى الايه، حتى المساء، وإذا قرأها في المساء يجار حتى الصباح. يجار من شرور الشياطين ومن شرور الجن. وبعض الناس يقول طب خلاص أنا ده مش مشكلة في الجن، المشكلة في الإنس. طب ما هو الإنسي اللي بيضرك ده، هو يا جماعة هي الشياطين أصل الشرور. ليه أصل الشرور؟ لأن هذا الإنسي الذي يضرك، ما هو من وسواس الشيطان. يعني الشيطان وسوس له بذلك، أزه إلى ذلك. ولذلك لو إنسان دفع عنه شر الجن إلى حد كبير سيدفع عنه أغلب شرور الإنس. لأن حتى لو الإنسي ده فعل هذا الشر من نفسه، يعني فعله من نفسه كده بدون أن الشيطان مثلا يؤذه إلى ذلك أو يوسوس له بذلك، بس هو الشيطان كان مهيئه لكده، ممهده لكده. يعني ممكن أن يكون رجل صالح فلو فعل في الغالب هيكون الشيطان وسوس له. طب هو بقى ممكن ما يكونش كده، هو ممكن يكون هو من دماغه بقى، يعني الشيطان موسوسلوش ولا حاجة، لكن هو الشيطان على مدار يعني سنوات وشهور وأيام وساعات بيهيئه أنه يبقى، يعني لو صح التعبير، عنده شر ذاتي، أنه من نفسه بيقعد يفكر في الشر وفكر كيف يفعل الشر. فالشاهد لو دفع عن الإنسان شر الشياطين يدفع عنه إيه؟ شر غيرها، ماشي؟ لذلك في بعض الروايات يوجد من الشيطان وغيره، يعني سواء كان شيطان أو غير شيطان، أي شر يجار منه الإنسان. فسبحان الملك، أنا بقول يعني بقول لحضراتكم النهاردة، انت تدفع كم من المال علشان تجار من الشرور طوال يومك؟ سبحان الله، تدفع كم من المال، يعني تدفع كم من المال عشان تشعر بهذا الامان يعني طوال اليوم؟ طب وانت يعني مين، اي طاقه على وجه الارض، اي قدره على وجه الارض تملك ليك، يعني من قدرات المخلوقين يعني او البشر، تملك ليك هذا الحفظ، هذه الرعاية، هذا الحفظ، هذه الكلاء، هذه العناية، لمجرد أنك تقرأها في الصباح، تقرأها في المساء. وبرضو بنؤكد تاني، بما أنك أنت بتقرأها طلبا للإجارة أو طلبا للحفظ، فهي صارت دعاء. طالما أنت بتقرأها طلبا للإجارة أو طلبا للحفظ، فهي صارت دعاء. بما أنها صارت دعاء، يبقى أنت لابد أن أنت تؤديها، يعني وأنت تراعي آداب الدعاء وشروطه، لا سيما ما يتعلق بألا يكون الدعاء يصدر من قلب غافل الله. طيب كده ده عرض هايل جدا. الأول كنا بنتكلم في حتة إنها ممكن تجرنا من الإيه، من الـ ممكن تجرنا من الشر وتحفظنا من الشر في حالة النوم. إحنا بنتكلم دلوقتي في الصباح كله والمساء كله، يعني على مدار اليوم، حاجة عظيمة جدا. لا يعني هناك ما هو أروع وأجمل. مش بس انت بقى، يعني ايه رأيك تدفع كام عشان بيتك نفسه يحفظ؟ بيتك، يعني البيت اللي انت تسكنه يحفظ، المكان اللي انت فيه يحفظ. يعني مش بس انت بقى، البيت بقى، البيت بمن فيه، يعني انت الآن على بيتك، الآن على زوجتك، الآن على أمك، على أبوك، على أختك، على أخوك، الآن على ولادك، البيت نفسه يحفظ. البيت ده نفسه سبحان الله، بعض الناس يقوم من نومه، نسأل الله العافية، يعني يجد مثلا حريق في البيت، يجد مش عارف ايه، سبحان الله الفأرة دي الفويسقة ممكن تعمل في، يعني انت عشان البيت ده ذاته يحفظ. سبحان الله، لو قعدت كده مع نفسك ومسكت ورقة وقلم وقعدت تفكر بس كده
في المخاطر أو التهديدات المتوقعة إنها تحصل لك لو قعدت تفكر فيها بس كده. يعني ممكن مش عارف ماسك كهربائي، ممكن مش عارف أنبوبة غاز تعمل إيه، ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن السيخ اللي هنا ده في العمود ده يحصل له كذا، سيخ الحديد فيحصل كذا. لو قعدت بس تفكر فيهم أنت هتقعد أيام وشهور بتحصرهم بس. ولو قعدت تفكر في كل واحدة منهم وما يترتب عليها وإن إزاي تؤمنها، عذاب، عذاب حقيقي والله. الإنسان ما يتحمل ذلك أبدا، سبحان الملك. ولذلك كل حاجة تعرض منها تلاقيها قلقاك، تعباك، خايف، مرعوب. طيب إيه رأيك بقى في عرض إن أنت مش بس يعني تحفظ يعني سائر يومك وفي سائر حياتك، لا بيتك كمان إيه يحفظ. الحقيقة قصة مشابهة حصلت في يعني مع سيدنا أبي أيوب الأنصاري، وسبحان الله هذه القصة التي حصلت معه يعني قصة الحمد لله برضو صححها الشيخ الألباني بإسناد صحيح. لا نتكلم إلا بالصحيح يعني، في الحمد لله لا نعتمد إلا الصحيح. المهم، فسيدنا أبو أيوب الأنصاري بيحكي إن هو كان عنده طعام أو تمر في سهوة، يعني سهوة دي زي طاقة كده أو يعني مكان كده بيكون في داخل الجدار يعني، خلاص. المهم أو زي برضو أشبه بالخزان. فأتى يعني مخلوق اسمه الغول، هو معروف عند العرب يعني، أو يعني العرب الاسم مشهور بالنسبة لهم، هو حاجة لون من الجن يعني. فأتى هذا فأخذ من الإيه؟ من طعام سيدنا أبو هريرة، تقريبا نفس القصة بالضبط اللي حصلت مع سيدنا أبو هريرة. لكن اللي حصل مع سيدنا أبو أيوب الأنصاري، يمكن في حادثة سيدنا أبي بن كعب لقيناه موقف وعدى. لا، اللي حصل مع سيدنا أبو أيوب الأنصاري زي اللي حصل مع سيدنا أبو هريرة بالضبط. يعني هو جاله مرة فأخذ من الطعام، فسيدنا أبو أيوب الأنصاري يعني لما وجدوا هو استعطفه كده، قال فرحمته فخليت سبيله، تمام. فالنبي نبهه قال له إن جاءك مرة أخرى فأتني به. فجاء في المرة الثانية رجع برضه فرحمه فخلى سبيل، فجاء في المرة الثالثة رحمه فإيه برضو عاد لنفس الكلام فرحمه فخلى سبيل. فساعتها يعني عرض على سيدنا أبو أيوب الأنصاري عرض، قال اتركني وأعلمك شيء، يعني أنا اتركني وأنا هقول لك حاجة هتفيدك جدا، خلاص. أخبره أنك إذا قرأت آية الكرسي، إذا قرأت آية الكرسي في بيتك لا يقربه شيطان ولا غيره. أنت لما تقرأ آية الكرسي في بيتك لا يقربه شيطان، وأنت لو قرأتها لا يقربك شيطان ولا غيره. فدي حاجة عظيمة جدا جدا. إن بقى ده بقى إيه، مش بتكلم على صباح ومساء، بتكلم حتى هنا النطاق بقى أوسع. أنت لما تقرأ آية الكرسي إذا قرأتها أنت في أي حالة من الحالات تخاف فيها أو تخاف شر، فيدفع عنك هذا الشر، يعني لا يقربك لا شيطان ولا غيره. وإذا قرأتها في بيتك لا أقربك شيطان ولا غيره. وطبعا هذا يشهد له إن آية إن سورة البقرة نفسها هي يعني، ولعل يعني سبحان الله اللي في سورة البقرة من مسألة دفع الشرور وطرد الشياطين، يمكن هو أكثر في آيات الكرسي وفي خواتيم البقرة. فسيدنا أبو أيوب الأنصاري هنا يعني قال له يعني هذا الكلام، وهو فعلا لما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبحان الله كان نفس الموقف مع سيدنا أبو هريرة، يعني يرجع النبي بعد الموقف الأول يقول له هيعود، يرجع النبي يقول له هيعود، يرجع النبي هيقول له هيعود. فلما رجع النبي في المرة الثالثة وأخبره بما قال، فالنبي أقره على إيه؟ على ذلك. فشوف في دفع المرهوبات، أنت لو قرأتها وأنت نايم لا يزالك من الله يحافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، في الصباح والمساء، في أي حالة من الحالات لا يقربك شيطان ولا غيره. بالنسبة لبيتك إذا قرأت في بيتك لا يقربه شيطان ولا غيره. فمن يفوت هذا الفضل؟ من يفوت هذا؟ أنتم مستغربين لهذا التأمين الذي تستجلبه آية الكرسي؟ لا تتعجبوا، لأن أصلا التوحيد أمان، هي آية التوحيد، يعني هي آية التوحيد أصلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأصلا لو يعني لو تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إنه يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، ليقولها 100 مرة وفي رواية 10 مرات، وعصم من الشيطان سائر يومه، يعني عصم من الشيطان سائر يوم. فده ليس بغريب، إن آية الكرسي زي ما قلنا هي مضمونها التهليل، مضمونها التوحيد، فهذا ليس بمستغرب. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من العناية بآية الكرسي أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة نسمو به دنيا ودين. جنة
أسمو بها.